السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذه أول حلقة غادي نطرقوا فيها الموضوع ديال تربية الأرانب. يعني اللي بغى يربي الأرانب غادي نديروا واحد دورة تدريبية إن شاء الله، غادي نطرقوا فيها بزاف ديال المواضيع. أول حاجة غادي نهضروا عليها هذا النهار إن شاء الله أن المربي ديال الأرانب خصو يكون عنده مكان بعدا فين يدير هاد بحال هاد الكاج اللي راني داير دابا. ثاني حاجه غادي يشري في الاول واحد ذكر ونتوى او جوج نتوات او ذكر، المهم على حسب الاستطاعه. كيفاش غادي يشري هاد الذكر ونتوى في الاول؟ يا اما يكون شي واحد كيعرفه، يعني باش غادي يشري من عنده شي حاجه اللي يعني تكون بصح مزيانه، او يمشي للسوق عادي ويختار. اول حاجه ذكر انثوى، كيفاش غادي يختارهم؟ كاين فيهم واحد الامراض، خصك الارانب عموما كيكون فيهم شي امراض خصك تحضي منهم. زياده ان خص الارنب والارنبه يكون الارنب كبر من الارنبه بواحد شهر او شهرين، والارنبه خصها تكون على الاقل يكون عندها 6 شهور، فوق 6 شهور، باش ماشي تجيبها وتبقى تصرف عليها على والو. لا، جيب الارنبه وخصها تولد لك باش تحس براسك كتدخل. اول حاجه نطرقوا ليها هي الامراض. الامراض منين تجي تشري واحد الارنب خاص ما يكونش فيهم المرض الاول هو الجرب. الجرب كيكون تحت الانف ديالهم او جهه الصدر ديالهم ولا تحت في الارجل ديالهم، كتكون بلاصه ما فيهاش الزغب، تما هذا كيقولوا له الجرب، وهذاك راه كينتقل وكيعدي الارانب الاخرين. ثاني حاجه خاص يكون ودنيهم ما فيهمش القشور، قلبوا ودنيهم يكونوا ما فيهمش القشور. ثالث حاجه خاص يكون الانف ديال الارنب ما يكونش عنده سيلان، ما يكونش كيسيل، وما يكونش كيريق. يبان لك الانف كيريق، الارنب كيريق، وزياده على ذلك يكون الاذن ديالو تكون واقفين، ما يكونوش الاذن بحال هذا الشكل. هذا ها انتم كتشوفوا تبارك الله، خاصو يكون الودنين ديالو واقفين. هاد الارنب اللي كنوريه لكم دابا راه بلدي، وهاد الارنب هذا الكبير تبارك الله هذا راه رومي. حنايا كنقولوا البلدي والرومي، كاين المصريين كيهضروا بزاف على هاد المواضيع لان عندهم هما هاد الارانب عندهم بزاف ديال الفصائل. حنايا كنقولوا بلي هذا النوع اللي كيكون كبير كيقولوا ديال المترو، هذا كيكون رومي، وهذا ما كيكبرش بزاف، كيكون تقريبا كيجيب ملي كيكبر كاع 6 شهور كتكون فيه شي 2 كيلو ونص حتى 3 كاع. المهم حنا غادي نشوفوا دابا ان شاء الله، غادي نقدموا لكم واحد الدوره تدريبيه ان شاء الله اللي غادي نطرقوا فيها جميع المواضيع للمربي ديال الارانب ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها قولوا لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. القضية ديال الأمراض حنايا طرقنا ليها، دابا كل الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا الموضوع، عندي بزاف ديال المواضيع غادي نهضروا فيها إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وفكرة جديدة ساندونا وضغطوا على زر جيم كي يصلكم جديد إن شاء الله. السلام عليكم.